موجه ضد عبد الناصر من يعني سيل الهجوم انه لم يكن ديمقراطيا. كان صح لم يكن ديمقراطيا وكان صاحب قرار واحد. أيوه. عاوز اسمع منك وجهه نظر عبد الناصر وكيف كان يتعامل مع المعارضه. شوف انا عايز اقول لك حاجه, هذا اما انا بقول لك في كل اللي احنا قلناه ده انا ما بدافعش عن جمال عبد الناصر, اليمن ما بدافعش, انا بدي وثائق والناس بقى هي اللي عايز حكايه دفاع. العمل العلمي الاكاديمي ما فيهوش حاجه اسمها دفاع او مدح, يعني ما فيش, انت عندك وثائق وبتحطها. فبالنسبه لموضوع الديمقراطيه انا بطرحه على الناس هي اللي توصل ايه قبل 67 كان ايه وبعد 67 يعني. وبس بلفت النظر الى جلستين موجودين في على الموقع بتاع مكتبه اسكندريه ناصر.org, جلسه ثلاثه جلستين 3 و4 اغسطس لجنه تنفيذيه عليا عن هذا الموضوع. الرئيس بينتقد نظام وبيقول عايزين نعمل ايه. فواحد هيسال يقول يعني هو بقى كان مستني